طيب تعالوا ننزل نشوف جزء البودري جنريتور. هننزل صفحتين لحد ما ندخل نوصل لحد حاجة اسمها الانترنال كلوك جنريشن ذا بودري جنريتور، ونروح على المعادلات على طول. طبعا هو في الكلام في الداتا شيت بيقول ايه؟ في الكلام في الداتا شيت هتلاقيه بيقول اسماء الريجسترز، يعني لو جينا نقرأ سريعا بيقول لي UART بود ريت ريجستر، حاجة اسمها اليو بي ار ار، هو ده اللي هيعمل البود ريت بتاعك، وهيقعد يتكلم بقى المعادلة بتاعتي بتتم ازاي. فهو ملخص الكلام ده كله هتلاقيه في الايه، في الجدول اللي موجود هنا. فهو بيقول لي انت دلوقتي الاوبريتنج مود عندك 3 اوبريتنج مود، انت يا اما اسينكرونس يا اما سينكرونس. بس الاسينكرونس بينقسم لحاجة اسمها النورمال مود وحاجة اسمها الدبل سبيد مود. اوكي، لو جينا بصينا على الاسينكرونس نورمال مود هتلاقيه بيقول لك ان البوت بتاعك بيساوي الفريكوانسي بتاعت الاوسيليتور اللي هي فريكوانسي السي بي يو، ده اللي يقصد بيه هنا، على 16 ضرب اليو بي ار ار بلس 1. اوكي، اليو بي ار ار ده اللي هو ريجستر البوت ريت. فانا مثلا لو عايز احط 9600 هنا مثلا، هشوف بقى فريكوانسي الاوسيليشن بتاعتي بكام، ومن على اساسها احدد قيمه اليو بي ار ار. هو مسهلها لي هنا، وهو فاهم ان انا في الغالب عارف الفريكوانسي بتاع السي بي يو اللي انا شغال عليه قد ايه، وعارف البود ريت اللي انا محتاجه قد ايه، اللي ناقصني بس ان انا اجيب قيمه مين؟ اليو بي ار ار. فهو قلب لي المعادله بحيث ان انا اجيب قيمه اليو بي ار ار بسهوله. طب ايه الفرق ما بين النورمال مود والدبل سبيد مود؟ هي بمنتهى البساطه بت واحده لو حطيت فيها واحد هقلل المقام من 16 ل 8. طب وانا استفيد ايه لما اقلل المقام من 16 ل 8؟ ده هيمكنني ان انا اوصل لقيم بود اعلى، ده يمكنني ان انا اوصل لقيم بود ايه؟ اعلى. بس فهل معنى، هل مثلا لو انا شغال في الاسينكرونس نورمال مود فانا دخلت على المعادله دي، تمام كده؟ جميل جدا. لو انا حسبت من المعادله دي ان البود بتاعي 9600، او حسبت من المعادله دي وحطيت البود فيها بكام؟ ب 9600، ونزلت على الاسينكرونس دبل سبيد مود ودخلت على المعادله دي وقمت حاطط البود هنا بكام؟ ب 9600، هل ده معناه ان الراجل هنا هيكون السرعه بتاعته مضاعفه من الراجل اللي فوق؟ لا، لان في الحالتين انا قلت له خلاص البود بتاعك 9600. الله، امال دي هنستخدمها امتى؟ بص يا سيدي، دي بنستخدمها في حالتين. اولا اتاكد بس ان المعادله بتاعتي بتعرف تجيب 9600 ولا لا، لان انت ممكن تكون على شغال بفريكوانسي، الفريكوانسي ده لما تتقسم على 16 ما تجيبلكش 9600، تجيب حاجه فيها ايرور شويه، فيفضل انك تقسمها على 8 عشان تعرف توصل لريزولوشن اعلى. والاستخدام الثاني الاساسي، لو انا مثلا عايز اجيب 125 كيلو بدل 9600، لا انا عايز اجيب 125 كيلو بت بير سكند، فده رقم كبير جدا، هتلاقي نفسك مش عارف تجيبه بالنورمال مود، لازم تشتغل دبل سبيد مود عشان المقام يقل يبقى 8، فاقدر اوصل للفريكونسي للبود ريت اللي انا ايه؟ اللي انا عايزه. بس فهي دي فكره السينكرونس نورمال مود والاسينكرونس دبل سبيد مود. طبعا السينكرونس ماستر مود انت، هو هنا بيقول لك حدد البود بتاعك. لحظه واحده، واحنا مش بالسينكرونس بنحددها بكلوك؟ طب هي مش الكلوك دي بتشتغل فريكوانسي؟ الكلوك دي بتشتغل فريكوانسي، امال ايه اللي الراجل بيقوله هنا؟ هو الراجل بيقول لك هنا حدد الفريكوانسي من الريجستر ده بس كده. يعني هو مش هيغير اسم الريجستر بتاعه، مش هيغير اليو بي ار ار، لكن هو المقصود بيه هنا يقول لك حدد الفريكوانسي بتاعته. طيب جميل جدا. فهتلاقيه هنا بيتكلم عن حاجه اسمها الدبل سبيد اوبريشن اليو تي اكس، هي دي البت اللي بتخلي المقام يا اما 8 يا اما 16. بعد كده بيتكلم لو انت هتشتغل سينكرونس وانت سليف، فجاي لك اكسترنال كلوك، فبينبهك انه الكلوك اللي جايه او الكلوك اللي انت هتشتغل عليها، ودي ديزاين نوت مهمه جدا جدا جدا، لازم تكون اقل من اقل من ربع الفريكوانسي بتاعتك. بمعنى الراجل هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي بمنتهى البساطه نفترض ان المايكرو كنترولر بتاعي شغال 1 ميجا هرتز، والكلوك جايه لي، مش انا اللي هطلع الكلوك، الكلوك مالها؟ جايه لي انا، يعني في حد تاني هو اللي بيدرايف المايكرو كنترولر بتاعي، هو اللي بيقول لي استقبل الداتا امتى. بطبيعتي كده انا محتاج وقت ان انا استقبل الداتا وبروسيس الداتا واحطها في مكانها الصحيح. فالراجل اللي قدامي ما ينفعش يبعت لي داتا بنفس الفريكوانسي بتاعتي. ليه؟ لاني مش هلاحق عليه ولا حتى بنص الفريكوانسي بتاعتي، وبربع داتا جميل يعني،
لكن المعادله هنا بتقول ايه؟ اقل من ربع الفريكوانسي. فلو انا شغال 1 ميجا هرتز ما اقدر، يعني لازم اعمل الفريكوانسي بتاعه الكوميونيكيشن بتاعتي اقل من 250 كيلو هرتز، اقل من، مش 250 لا، اقل من 200 100. لكن ما ينفعش اعملها ايه 250 فيما اعلى. ليه؟ عشان الحق اعمل الانستراكشنز بتاعتي، عشان الحق اريسيف الداتا واحطها في مكانها الصح، اشوف لو في ايرور ولا لا، وهكذا. طب احنا هنسيب البلوك بتاع السينكرونس كلوك خالص كده كده، احنا في السينكرونس هنتكلم فيه في الاس بي اي. يعني الراجل هنا بيتكلم على الفريم فورمات بتاعك، وزي ما احنا فهمنا من الفيتشرز اللي كنت كاتبها فوق وشرحنا الفريم قبل كده، هو الراجل بيقول لك ان الايدل بتاعتي بهاي، شايفين كان ممكن الاقي دي لوها، بس هو الراجل قال لي ان الايدل بتاعتي بهاي هنا. بعد كده عندي الستارت بيت، بعد كده شايفين الشكل اللي كنا اتكلمنا عليه، من 1 لحد 9 بيت داتا، وبعد كده يبقى عندك يا اما ستوب بيت واحده يا اما تو ستوب بيت على حسب ما تختار ايه. بعد كده بترجع لمين؟ للايدل ستيت. تمام، ماشي. الفريم مش جديد، يعني الفريم احنا كنا شفناه قبل كده. بعد كده الراجل بيبتدي يشرح الباريتي تشيكينج او ديتكشن ميكانيزم، وبيشتغل ازاي. الباريتي بتاعه عنده ايفن وعنده اود، وان هو بيقعد يعمل لهم اكس اور مع بعض. ماشي، الكلام ده كله احنا شرحناه وفاهمين الباريتي بيشتغل ازاي كويس جدا، فهنسكيب الحته دي، ممكن تبص عليها فوق. بعد كده الراجل سايب امثله كود في الداتا شيت ده، طبعا لانه الاي في ار مايكرو كنترولر هو متحكم تعليمي في الاساس، فالراجل بيساعدك يعني، لكنه سايب مثال سي ومثال اسمبلي على كل حاجه ممكن تعملها في اليو ارك، وهو مشكور يعني في حاجه زي كده. لكن احنا هنسكيب الكلام ده، احنا هنكتب الدرايفر بتاعنا بنفسنا. بعد كده بدا يتكلم على الانتربت فلاجز. طبعا عندي اول حاجه اسمها الريسيف كومبليت فلاج اند انتربت. الانتربت ده، الفلاج ده عامه بيترفع لما في داتا تكون بتتبعت لك وهي وصلتك خلاص، فالفلاج ده يترفع. لو انت مشغل الانتربتس هيعمل ايه؟ هيعمل انتربت. طيب وبعد كده في عندي حاجه اسمها الريسيفر ايرور فلاجز. هو عنده 3 ايرور فلاجز زي ما احنا قرينا قبل كده، حاجه اسمها الداتا اوفر ران ايرور، وحاجه اسمها الفريم ايرور، وحاجه اسمها الباريتي ايرور. الداتا اوفر ران ايرور كنا اتكلمنا عليه، ده لو الراجل اللي بيبعت لي داتا اسرع ما انا اقدر اعمل لها بروسيس. الفريم ايرور ده لو انا ما لقيتش ستوب بت في مكانه الصح، والباريتي ايرور ده لو الباريتي اللي انا مشغله طالع غلط. هتلاقيه بيشرح كل واحد من دول بالتفصيل هنا. فطبعا انا السكشن ده بمشي عليه بسرعه لان انا شرحته على الورق، لكن المفروض ان انت تقراه. لو عندك اي سؤال اسالني فيه. تمام، بعد كده دخلنا على الباريتي تشيكر. ماشي، في عنده حاجه اسمها فلاشنج ذا ريسيفر بافر. عامه في حاجه اسمها الدامي داتا. يعني ايه الدامي داتا؟ خليني اشرح الحته دي بسرعه. الدامي داتا بمنتهى البساطه، تصور لو انا عايز ابعت داتا بس انا مش مهتم الراجل هيريسيفني ازاي. يعني انا عايز ابعت داتا المايكرو كنترولر او السنسور ومش مهتم الداتا اللي هتوصلني ردها ايه، فبتعامل معاها على انها دامي. زي مثلا المثال ده بيقول لك حاجه اسمها اليو ارت فلاش، معرف متغير اسمه دامي. وبعد كده بعيدا عن تكنيكاليتيز الكود عشان احنا لسه هنقرا الريجسترز، بعد كده بيقول طول ما انا ما استقبلتش الداتا خليني واقف، اول ما استقبل الداتا هات الداتا دي حطها في المتغير اللي اسمه دامي، وبيطلع بره الفانكشن عشان المتغير اللي اسمه دامي يتمسح. فهو عمل ايه هنا؟ هو في النهايه هنا شال الداتا ما عملش بيها حاجه. طب هو ممكن يعمل كده ليه؟ يعني هو عايز يعمل كده ليه؟ عشان تصور مثلا لو انا ببعت 3 اوامر لكنترولر ومحتاج الرد بتاعه في رابع مره، اتفقنا؟ فانا هبعت له امر، هبعت له الثاني، هبعت له الثالث. هو ممكن يكون ساعتها بيرد عليا بحاجات انا مش محتاجها، انا جاست عايز ابعت لك 3 اوامر مش هممني ايا كان ردك ايه، في رابع مره انا هبقى ريد. طب ما هو انا لو ما عملتش ريد لاول مره وتاني مره وتالت مره هو رد عليا فيهم، ايه اللي هيحصل؟ جدع، الفلاج بتاع الداتا اوفر ران ايرور هيترفع، لان هو هيديتكت ان في داتا جات لي جديده وانا ما قريتش القديمه. فاحنا بنلجا للحيله دي ان انا اقول له انا قريت القديمه يا عم استريح، لكن انا عملت حاجه بالقديمه؟ ما عملتش بيها حاجه. الاسينكرونس كلوك ريكفري، او زي ما احب انا اقول عليها وزي ما انت هتعرف تسيرش عليها كويس، الحته اللي جايه دي كلها دي بنستخدمها في حاجه اسمها الاوتوماتيك بود ويت ديتكتور. ايه الحته دي؟ الحته دي ادفانسد وهي مش متغطيه في الكورس هنا، لكن انا هخلي ده تشالنج بحيث ان الناس تحاول تعمله.
بمنتهى البساطة احنا اتفقنا قبل كده ان السينكرونايزيشن بيتم ازاي. السينكرونايزيشن بيتم ان الاثنين مايكرو كنترولر لو هما اسينكرونس بيكونوا متفقين على بود ريت واحد. في ميكانيزم بيخليني اديتكت البود ريت بتاع الحاجة اللي بتكلمني حتى لو انا ما كنتش اعرفه ايه هو. واصلة؟ جميل جدا. ده كده اسمه ايه؟ الاوتوماتيك بود ريت جنريتور. ودول كانوا بيستخدموها زمان مع اللابات كتير جدا، لان انت ممكن توصل ديفايس سيريال لللاب واللاب ما يبقاش فاهم هي سرعه الديفايس اللي بتكلمه دي قد ايه. فبيبقى في زي ريكويست كده يقول له ابعت لي داتا معينه، الداتا دي في الغالب بتبقى 1 0 1 0 1 0 1 0، وبيبقوا هم عارفين الداتا اللي هتتبعت ايه، ومن خلالها بيعمل اوتوماتيكلي ديتكت اه والله البود ريت بتاعي كذا. خلي بالك انا بقول اوتوماتيك بود ريت جنريتور، لكن الفريم هكون انا عارفه وفاهم هو في كام ستوب وفاهم في بارتي ولا لا. وعشان اعمل ديتكت للبود ريت لازم اكون فاهم المسج اللي جايه ايه، والمسج دي لازم تكون موجوده بشكل معين. انا هعمل تفاصيل الكلام ده في التشالنج على جنب كده بحيث ان انتم ممكن ايه تحلوه. طيب هنبتدي ننزل، خلاص هننزل من الكلام ده بقى، هنروح على الريجسترز، نبتدي من الفيديوز الجايه نشرح كل ريجستر بيعمل ايه وهيستخدم في ايه بالظبط قبل ما ندخل نكتب الكود.